ضيفنا اليوم رفض الصراعات السياسية وله آراء سديدة في القضية الاقتصادية، لأنه أحد كتيبة الاقتصاد، فكان آراؤه دائما لتحقيق التنمية الاقتصادية بالكويت وجعل الكويت مركزا ماليا إقليميا عالميا. وهذا يتطلب منا جميعا التضافر في دفع قوى عجلة التنمية للوصول إلى كويت جميلة. معنا ومعكم عزيزي المشاهد ضيفا نستمع لآرائه، نستمع لأفكاره، يطرح الرؤى الاقتصادية والرؤى التنموية دائما للإعلام. إنه السيد محمد النقي، رجل الأعمال. أهلا وسهلا بك. شكرا أخو محمود، شكرا على المقدمة الطيبة. الله يخليك. الله. سيد محمد، الحقيقة أنا كثيرا أقف أمام آرائك وأنحني لأفكارك، لأنها دائما تعالج وتحاكي المجتمع الكويتي. حينما أقرأ بعض الآراء فأرى أنها حب في الوطن ولجعل الكويت جميلة وتحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن تكون الكويت مركزا ماليا إقليميا عالميا. فمن الواجب علينا كقناة الشاهد أن نسعى للاقتصاديين أصحاب الآراء السديدة، أصحاب الآراء الحرة، ليضعوا آرائهم أمام المسؤولين. على الله أن تسعى الجهات المسؤولة لحل الأمور وتضع الأمور في نصابها الصحيح. سيد محمد، ترى أن الكويت تسير بقوانينها الحالية، رغم أنك قلت من قبل أن القوانين علل إلى أن تكون مركز مالي واقتصادي عالمي؟ أخو محمود، أولا أشكرك الحقيقة على الكلمة الطيبة اللي ذكرتها بالنسبة لي، والحقيقة أعتقد بالغت، لأن آراء الحقيقة آراء متواضعة لا تضاهي شيء. بالنسبة لآراء بقية الأخوة والأخوان المسؤولين أو المعنيين أو المختصين في مجال الاقتصاد في الكويت أو الفعاليات الاقتصادية، هاي من جهة. بعدين نعم، لتفضلت في توجه صاحب السمو معلن عنه كثير الحقيقة ويكرر دائما أن أمنيت الحقيقة أنه يصعد في الكويت ويرتقي بالكويت كي يصل إلى مركز مالي مرموق في المنطقة إقليميا أو دوليا كما كانت من قبل. كما كانت، نعم، كانت الكويت في فترة من الفترات من بعد من بداية الخمسينات الحقيقة تطورت كثير الكويت الحقيقة، كانت أو من قبل المعنيين أو المسؤولين رفعوا الكويت إلى مركز على خلنا نقول خارطة العالم. حلو. بس كانت معروفة الحقيقة. حلو. في البداية وكانت رائدة. حلو. كانت رائدة في كثير مجالات. كويس. المهم أن بعد ما تفضلت حتى ذكرت حضرتك أن المعنيين أو المسؤولين قصدك أن يرتقون في الكويت، الحقيقة يجب يعني تكاتف الأطراف المعنية. حلو. ليست فقط الحكومة، أنت عندك حتى الفعاليات، عندك حتى الجهات التشريعية، نقصد البرلمان، كل مواطن حقيقة له دور. طبعا يعتمد على مسؤولية مركز المواطن. حلو. وعلى مستوى المسؤولية. فالمهم أن لا زالت المنطقة بصفة عامة والكويت بصفة خاصة، والتجارب الحقيقة أثبتت أخيرا أن الكويت دائما الحمد لله مع كل اللي يحصل فيها بعض خلنا نقول الأمور السلبية إلا تجد أن الله سبحانه وتعالى ماخذ في يدها وتحاول أن تتقدم فيها. فالمهم أن الكويت مؤهلة وعندها الحقيقة مؤهلات كثيرة، عندها إمكانيات متوفرة كثيرة، سواء الإمكانيات أو الأمور اللي الله سبحانه وتعالى أو المواد اللي الله سبحانه وتعالى أنعم عليها. نفس الشيء موقع الكويت زي مثل ما تفضلت، جغرافيته الجغرافي مثلا، المواطنين الكويتيين بصفة عامة بدون افتخار بدون مبالغة الله سبحانه معطيهم ميزة، عندهم تاريخ الحقيقة حافل في
من ما قبل استخراج النفط كان لهم دور مميز في المنطقة، زين، ولا زالوا ولديهم من الذكاء الاستثماري ما يضاهي العالم كله. أسأل الله يطول عمركم، ولا يقدرون عن بقية الأخوة في دول مجلس التعاون كويس. حتى في الوطن العربي طبعا، فكل حقيقة مكمل بعضهم بعض. يعني ما أقصد أن الكويت ممكن يأخذ دورهم بدور مميز، فالمهم الإمكانيات المتوفرة عندنا، أو نرجع إلى القديم أو نتكلم عن الحاضر، خلينا نتكلم عن موضوع عن الحاضر الموجود. مثل ما شفنا خلال السنوات سنتين الأخيرة أو سنة ونص الأخيرة، العالم مر في أزمة مالية طاحنة، هذه اللي بدأت من أمريكا بالزبط. وامتدت إلى بقية العالم. نعم، تداعياتها مست الجميع، مستنا احنا بالكويت كويس كويس، ولكن الحمد لله وضعنا جيد زين. أحيانا يقول المثل رب ضارة النافعة، صح زين صح. هني احنا كنا كثير ما ننتقد مثلا مجلس الأمة في بعض في تعطيل في بعض البرامج او خطط او مشاريع القوانين او مشاريع من ضمنها طبعا مثل ما نتذكر حقول الشمال وامور اخرى الحقيقة كثيرة ومصفر رابعة زين. ف يمكن ان هذه عطلت المشاريع وارتباط الدولة في خطط وكذا، وإن كان خطط الكويت دائما حقيقة كانت خططها خطط مدروسة عملية متعقلة متحفظة، ما كانت في تنفذ خلنا نقول خطط متعجلة أو غير مدروسة متعجلة. نعم بالضبط. فالمهم الكويت اقتصادها جيد، الكويت ما عندنا خطط واشياء من الارتباطات موجوده عند انا اتكلم على مستوى الحكومه زين، ولديها ملاءه ماليه ملاءه ماليه، فاذا ما وضعتها ما صارت في اي ازمه كويس الكويت. بالعكس زين. نعم خلينا نقول القطاع الاقتصادي تاثر بحكم استثماراته وبحكم ارتباطاته سواء محليا او اقليميا او دوليا، انها موجوده الاستثمارات حلو. هذه موجوده على جميع سم قدمت اليد العون للقطاع الاقتصادي. قد يكون هني يد العون ما كانت كفاية أو ما كانت الحقيقة أحيانا كانت يفصح عن حلو. الخطة، ولكن تنفيذ الخطة تأخير تأجيل الخطة تنفيذ الخطة كانت تأثر سلبي بدل ما يجي المردود إيجابي، كان يجي المردود. هم بيعتبروا أن الرهن العقاري والمشكلة الأزمة المالية بدأت في 2007 في أمريكا، امتدت للدول العربية 2008. بدأت تتأثر الكويت ودول الخليج والدول العربية المجاورة 9-2008. الحلول انطرحت 11-12-2008. إذن التأخير في علاج الأزمة ما كانش هو المشكلة. هو اللي تفضلت في الأزمة، بدأت أزمة العقارية في أمريكا، انتقلت عندنا هني. عندنا طبعا تداعيات انتقل زين، لأولا لتواجد هناك مؤسسات أو فعاليات اقتصادية كان لها استثمارات في السنة، فلهم طبعا بيصيبهم جزء من الخسائر هذه. الكويت الحقيقة اللي حصل في منطقة الكويت أو تداعيات الموضوع صار في قضية التمويل. يعني البنوك عندما بدأت تشد في قضية التمويل بدأت تطالب في مستحقاتها أو سمونا ما تجدد، فهذه اللي سببت. إذن وقف التمويل أو وضع قيود على التمويل من البنك المركزي على البنوك المحلية كانت